بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الرحمن سلمان، وهنشرح هنا جزء شابتر ليبيد ميتابوليزم. اول حاجه هنتكلم عن الكونتنتس اللي احنا هنتكلم عنها. اول حاجه عندنا هي البيتا اوكسيديشن، تاني حاجه الالفا اوكسيديشن، تالت حاجه الاوميجا اوكسيديشن، رابع حاجه الاوريجين اند الفيت اوف استايل كو اي، خامس حاجه والاخيره الكيتوجينيسيس والكيتولايزيس اند الكيتوزيس. طيب قلنا اول حاجه طبعا هنتكلم عن البيتا اوكسيديشن. طيب البيتا اوكسيديشن دي بتحصل فين؟ البيتا اوكسيديشن دي بتحصل في اللونج تشين ايفن نمبر فاتي اسيد في البيتا كربون بالتحديد. طب الاماكن اللي بتحصل فيه، المكان اللي بتحصل فيه طبعا الميتوكوندريا عشان هي اكتر جزء مسؤول عن الاوكسيديشن في الجسم. بعد كده هنتكلم بقى عن اكتر التيشوز اللي بيحصل فيها البيتا اوكسيديشن. قال لك الليفر، الكيدني، الهارت، السكيليتال ماسلز. بعد كده في مثلا في اجزاء ما بيحصلش فيها اوكسيديشن زي البرين، الار بي سيز. طبعا معروف ان الار بي سيز ما فيهوش ميتوكوندريا، فصعب ان هو يحصل فيه. نتكلم عن الامبورتنت اوف بيتا اوكسيديشن. الامبورتنت اوف بيتا، اول حاجه هي الميجر سورس اوف انرجي ديورنج ستارفيشن، تمام. تاني حاجه قال لي ان الاسيتايل كو اي الناتج من عمليه الاوكسيديشن هاز ميني امبورتنت فيتس، تمام. الستيج اوف بيتا اوكسيديشن هم بيكونوا 3 ستيج. اول حاجه الفيرست ستيج هي بتكون الاكتيفيشن، السكند ستيج الترانسبورتيشن، الثيرد ستيج بتكون عباره عن بروبر بيتا اوكسيديشن. قلنا طبعا الفيرست ستيج هي الاكتيفيشن. الاكتيفيشن دي بتحصل في السيتوسول باي اسايل كو اي سينستيز او السايوكاينيز، تمام. ودي بيحصل فيها استهلاك للاتنين اي تي بي زي ما احنا شايفين، ادي فري فاتي اسيد بيتحول الى اسايل كو اي عن طريق انزيم اسمه سايوكاينيز. في وجود اي تي بي بيدخل اي تي بي بيطلع اي ام بي زائد بي بي ار، ووجود المغنيسيوم. السكند ستيج عندنا كان قلنا ترانسبورتيشن. ترانسبورتيشن دي بتنقل الاسايل كو اي، احنا عايزين نتنقل الاسايل كو اي من بره الميتوكوندريا للميتوكوندريا. قال لك بس الانر الميتوكوندريا من برين ما بيسمحش بدخول الاسايل كو اي، فهنعمل ايه؟ قال لك عندنا سبيشاليزد كارنيتين. سبيشاليزد كارنيتين ده عن طريق 3 أو 4 تفاعلات بندخل الأصايل كو إيه من بره الميتوكوندريا للميتوكوندريا. أول حاجة التفاعل عندنا بره الميتوكوندريا بنحول الكارنيتين لأصايل كارنيتين عن طريق إنزيم اسمه كارنيتين أصايل ترانسفريز أو الكات 1، إن إحنا بندخل الأصايل كو إيه بنخرج كو إيه وبنربط ما بين الأصايل والكارنيتين. تاني حاجة بيكون عندنا موجود إنزيم اسمه كارنيتين أصايل كارنيتين ترانسلوكيز، ده بيدخل من الاصايل كارنيتين من السيتوبلازم او السيتوسول للميتوكوندريال ماتريكس، تمام. بعد كده جوه الميتوكوندريال ماتريكس بيحصل تفاعل بواسطه انزيم اسمه كارنيتين اصايل ترانسفريز 2 او كات 2، تمام. بيتحول الاصايل كارنيتين الى حاجتين، اول حاجه الاصايل كو اي وكارنيتين. الكارنيتين برضو بيخرج بالاتجاه العكس، يطلع بره الميتوكوندريال او الماتريكس اوف ميتوكوندريا، بيطلع بره للسيتوسول. الثيرد ستيج عندنا هي البروبر بيتا اوكسيديشن، فطبعا دي بتحصل فين؟ في الميتوكوندريا بعد ما دخلنا الايه الاسايل كو اي. بعد كده ان كل سايكل بتاع في البيتا اوكسيديشن دي بينتج عنها واحد اسيتايل كو اي، تمام. بعد كده قال لك ان هي عباره عن سيكونس اوف فور رياكشن. اول حاجه فيهم الدهيدروجينيشن، تاني حاجه هيدروجينيشن، تالت حاجة ده هيدروجينيشن مرة كمان، رابع حاجة كليفج أو السايولايزس. احنا قلنا طبعا كنا بنتكلم عن البروبر بيتا اوكسيديشن، وقلنا ان هي بتتكون من 4 ستيب او 4 رياكشنز. اول واحد ده هيدروجينيشن، تاني واحد هيدريشن، تالت واحد ده هيدروجينيشن مرة تانية، رابع واحد الكليفج. فقلنا ده هيدروجينيشن ده بتكون الفيرست ستيب، وبيحصل فيها ريموف الاثنين اتوم اوف هيدروجين بواسطة انزيم اسمه اسايل كو اي دهيدروجينيز، تمام. وبنحتاج كو انزيمز الاف اي دي، وبينتج عندنا الانويل كو اي. بعد كده الهيدريشن، الهيدريشن ده بتكون ان احنا بنعمل اضافة للمية للمركب، فبينتج عندنا البيتا هيدروكسي اسايل كو اي، وده بيحصل بواسطة انزيم اسمه انويل كو اي هيدريتيز. بعد كده عندي رقم 3 الديهيدروجينيشن مرة تانية، ودي بتحصل للمركب البيتا هيدروكسي اسايل كو اي، وبتعرض للديهيدروجينيشن مرة تانية،
في البيتا كربون اتوم عن طريق انزيم اسمه البيتا هيدروكسي اسايل كو اي دهيدروجينيز، وعشان كده بيكون لي مركب اسمه بيتا كيتو اسايل كو اي. ونوصل لاخر مرحلة، وده طبعا الدهيدروجينيشن ده بتكون موجود فيه ان اي دي هي الكو انزيم. ونوصل لاخر مرحلة وهي الكليفج. فالبيتا كيتو اسايل كو اي دي بتنقسم لاتنين او تلاتة على حسب البوزيشن بتاع السايوليز، واللي بيكون مسؤول عنهم هو السايوليز انزيم. فبتكون اسيتايل كو اي ونيو اسايل. ده المعادلات الكاملة او المعادلات اللي بتشرح البروبر بيتا اوكسيديشن. اول حاجة هي الاسايل كو اي دي اللي بنبدأ بيها، تمام، بيحصل لها دهيدروجينيشن عن طريق ان احنا بننزع اتنين هيدروجين. فطبعا الاف اي دي او الكو انزيم اف اي دي بيطلع باف اي دي H2 او بوجود انزيم الاسايل كو اي دهيدروجينيز، تمام. فبينتج عندي الانويل كو اي. فالانويل كو اي ده بيحصل له هايدريشن عن طريق ان احنا بنضيف له ميه، وفي وجود انزيم اسمه انويل كو اي هايدريتيز، تمام. فبعد كده بيتحول لي الى بيتا هيدروكسي اسايل كو اي. البيتا هيدروكسي اسايل كو اي ده بيحصل له ده هيدروجينيشن مرة تانية، فبندخل ان كو انزيم ان اي دي، فبتخرج ان اي دي اتش بلس اتش، وفي وجود انزيم 3 هيدروكسي اسايل كو اي ده هيدروجينيز. فبيتكون عندي البيتا كيتو اسايل كو اي، تمام. فبنضيف او بيدخل معايا السايوليز، ودي طبعا بتكون اخر حاجة، والكو اي اش. فبيخرج عندي الاسايل كو اي والاسيتايل. فاخر حاجه بقى هنتكلم عليها في البيتا اوكسيديشن هي الانرجي اللي احنا هنحصل عليها، او اللي هتكون ريزلت فروم بيتا اوكسيديشن كامله، تمام. فمن ضمن الامثله مثلا لو انا عندي البالميتيك اسيد اللي هو بيتكون من 16 كربون، فبنحصل منه او بنكون ريزلت كده في 8 اسيتايل كو اي عن طريق 7 اوكسيديشن سايكل. فكل اوكسيديشن سايكل بيكون فيها اف اي دي، تمام، وان اي دي. فالاف اي دي دي بتكون ريزلت ليها 2 اي تي بي، والان اي دي دي بتكون ريزلت ليها 3 اي تي بي، تمام. فعن طريق ان احنا عندنا 7 سايكل، فهنجمع ال 2 اي تي بي و3 اي تي بي يبقى 5. ف 3 2 ف 5 في 7 ب 35 اي تي بي. بعد كده بقى هنقول ان احنا عندنا 8 من اسيتايل كو اي. طب الاسيتايل كو اي عن طريق الكريبس سايكل او التراي كاربوكسيليك اسيد سايكل، دي بنحصل من كل واحد من الاسيتايل كو اي على 12 اي تي بي. بالضرب ان احنا نضرب 12 اي تي بي في 8 اسيتايل كو اي، فهناخد كده 96 اي تي بي. فلما نجمع ال 35 التوتال بتاعهم بلس ال 96 هيديني 131 اي تي بي. طب ما ننساش بقى ان احنا اساسا في الفيرست ستيج الاكتيفيشن احنا استهلكنا 2 اي تي بي، فهنطرحهم معاها طبعا ماينس، ف 131 لما نعمل ماينس من 2 هيطلع 129 اي تي بي. يبقى الريجوليشن اوف بيتا اوكسيديشن، الريجوليشن اوف بيتا اوكسيديشن ده بيحصل عن طريق كذا حاجه. اول حاجه الريت اوف لايبوليسيس. الريت اوف لايبوليسيس ده بيعتمد على ان في وجود بيعتمد على الفيد ستيت او الحاله الغذائيه. يعني مثلا لو في الديورنج ستارفيشن لازم يحصل ريت اوف لايبوليسيس، وده بيعتمد على انزيمز اسمه هرمون سنسيتيف انزيمز، تمام. تاني حاجه هي الريت اوف فاتي اسيد اللي بتدخل الميتوكوندريا، ودي بتعتمد على الكارنيتين وانزيمز معاه تاني اسمه سي اي تي 1. تالت حاجة هي سي اي تي 1، وده اللي بيعمل له اكتيفيتي او اللي بينشطه هو الجلوكاجون واثناء فترة الاسترفيشن. رابع حاجة هي المالونيل كو اي، وده بيعمل انهيبيشن للسي اي تي 1 او الكات 1، تمام. وده اساسا بيحصل له اكتيفيتي خلال فترة السنسز اوف فاتي اسيد. خامس حاجة هي في اد سيلولار ليفل. اد سيلولار ليفل الاي تي بي والاي دي بي ريشيو بيعمل انهبيت انهبيشن او انهبيت للبيتا اوكسيديشن. دي اول حاجة. تاني حاجة الاسيتايل كو اي
اند ريديوسد كو انزيمز زي النا ان اي دي اتش والاف اي دي اتش، بيعملوا انهبيشن برضو للبيتا اوكسيديشن. يبقى الاوكسيديشن اوف اود نمبر فات اسيد دي مثلا موجوده فين؟ قال لك احنا بنلاقيها مثلا في النباتات، في الاسماك البحريه. تاني حاجه قال لك ان هي بيحصل لها اوكسيديشن بالبيتا اوكسيديشن عادي، وتدي اسيتيل كو اي انتل ذا 3 كربون او بروبيونيل كو اي ريمين. دول اللي بيفضلوا البروبيونيل كو اي ده بيتحول لساكسينايل كو اي، والساكسينايل كو اي طبعا احنا كنا عارفين في الكربوهيدرات ان هو بيدخل عن طريق التراي كربوكسيليك اسيد سايكل ويديني انرجي. طبعا هنا زي ما احنا شايفين اول حاجه البروبنايل كو اي عن طريق انزيم اسمه بروبنايل كو اي كربوكسيليز بيتحول لدي ميثايل مالونايل كو اي. الدي ميثايل مالونايل كو اي عن طريق انزيم اسمه ميثايل مالونايل كو اي ابيميريز بيتحول ل ال ميثايل مالونايل كو اي. ال ال ميثايل مالونايل كو اي بواسطه انزيم اسمه ميثايل مالونايل كو اي ميوتيز هيديني ساكسينايل كو اي. الساكسينايل كو اي طبعا هيخش في التي سي اي او تراي كربوكسيليك اسيد سايكل عشان يديني. هنا طبعا البيتا اوكسيديشن اوف انساتوريتد فاتي اسيد، قال لك ان الدبل بوند في الانساتوريتد فاتي اسيد موست بتكون بريزنت ان سيس فورم، فما بتكونش ترانس فورم، فانزيم الانويل كو اي هيدراتيز ما بيقدرش يشتغل عليها. فقال لك ان احنا بنحتاج كده الاديشنال رياكشنز، من ضمنهم طبعا بانزيم الانويل كو اي ايزوميريز، تاني حاجه الداي انويل كو اي ريدكتيز. ده الاكسيديشن اوف اوليك اسيد. تمام، ده اول فورمولا فوق موجوده ليه، دي بتكون الطبيعيه بتاعته، دي بتكون السيس فورم في الكربون رقم 9 و10. بعد كده يحصل بيتا اوكسيديشن هيخرج 3 استايل كو اي، فهتتحول الدبل بوند من الكربون رقم 9 و10 للكربون رقم 3 و4. بعد كده هيدخل انزيم انويل كو اي ايزوميريز، فهيتحول الكربونه من شكل السيس فورم للترانس فورم في الكربون رقم 2 و3. هنا طبعا هنتكلم عن الالفا اوكسيديشن. قلنا طبعا الالفا اوكسيديشن دي بتحصل في الالفا كربون اتوم اوف فاتي اسيد، طبعا زي ما الصوره هنا موضحه. تاني حاجه قال لك ان البرانش تشين فاتي اسيد از نوت سبستريت فور اسايل كو اي دايهيدروجيناز بيكوز اوف ميثايل جروب بيتا كربون. طب اصلا الاسايل كو دايهيدروجيناز ده بيتفاعل مع البيتا كربون، طب البيتا كربون مرتبط بيها ميثايل جروب فمش هينفع يتفاعل معاها. تالت حاجه قال لك ان الانزيم المسؤول عن الالفا اوكسيديشن هو الفا هيدروكسيليز. تمام، وده بعد العمليه دي كلها بنخرج بيه كربون دايوكسيد اول حاجه، تاني حاجه اولد تشين فاتي اسيد، تالت حاجه قال لك ان الفاتينيك اسيد هو الاكزامبل بتاع البرانش تشين فاتي اسيد، وهو بيكون موجود مثلا في الحيوانات في الميلك اوف في ميلك فاتي فاتس. تمام، قال لك الديفيشنسي ان ما يكونش موجود الالفا هيدروكسيليز او نقصه بيعمل ديزيز اسمه ريفيزمز ديزيز. الريفيزمز ديزيز، الريفيزمز ديزيز ده بيكون نتيجه ديفيشنسي او نقص في انزيمز اسمه الفا هيدروكسيليز. الالفا هيدروكسيليز ده برضو بينتج عنه ان الالفا اوكسيديشن نوت كيور او ما بتحصلش. تمام، بعد كده بيقول لي ان الفيتانيك اسيد اللي هو احد امثله او اكزامبلز اوف الفا اوكسيديشن او الفا اوف فاتي اسيدز ويز الفا اوكسيديشن بيحصل له اكيوميليشن في التيشوز. بعد كده بيقول لي ان بيحصل سيفير نيورولوجيكال سيمبتومز. بعد كده قال ان بعض السيمبتومز زي الدراي سكيلي بيجمنتيشن الشورتنج اوف فورس تو. تالت حاجه الاليفيتد اوف سيرم فيتانيك اسيد بيكون ليفل مستواه عالي جدا. الاوميجا اوكسيديشن، الاوميجا اوكسيديشن دي بتكون مينو باثوي اوف فاتي اسيد اوكسيديشن فور ميديم تشين فاتي اسيد، دي بتكون ريبيتد اوكسيديشن اكسيديشن متكرره. تمام، للاوميجا كربون باي انزيم اسمه سيتوكروم بي 450 هيدروكسيليز. تمام، مع كالفورميشن بتنتج عندي في الاخر داي كربوكسيليك اسيد اند، وبعد كده بنكمل بالداي كربوكسيليك اسيد ده في البيتا اوكسيديشن، ومن ثم اخر حاجه بنحصل عليها من الاوكسيديشن من بيتا اوكسيديشن ساكسينيك اسيد. الساكسينيك اسيد ده اللي هو بيدخل معايا في عمليه سيتريك اسيد سايكل. هنا بقى نتكلم عن الاوريجين اند فيت اوف اسيتايل كو اي.
تمام. هو الاوريجين بتاعه في اسيتايل كو ايه، ايه بقى الاسيتايل كو ايه؟ ممكن يجي من الكاتابوليزم او الهدم اوف كربوهيدرات او الفات او البروتين. فعندي كذا طريقه. اول حاجه فيهم مثلا عن طريق الكربوهيدرات زي الجلوكوز اوكسيديشن. تاني حاجه عن طريق الليبيد او الفات زي الفاتي اسيد اوكسيديشن. تالت حاجه عن طريق الجليسرول لما بيتحول لداي هيدروكسي اسيد اسيتول فوسفات، تمام. وبعد كده يتحول لبايروفيك اسيد، تمام. بعد كده هنتكلم عن الكيتوجينيك امينو اسيد، وبعد كده هيبقى الجلوكوجينيك امينو اسيد ويز جيف بايروفيك اسيد. بعد كده طبعا الفيت اوف اسيتايل كو اي، اول حاجه الاوكسيديشن باي ترايكربوكسيليك اسيد سايكل، وبينتج عنها الكربون دايوكسيد وال H2O. تاني حاجه هي الفاتي اسيد بايو سينثيسيس. تالت حاجه هي الكيتون بودي فورميشن. رابع حاجه هي الكوليسترول فورميشن. خامس حاجه هي الاسيتايل كولين فورميشن. وده اخر ترتيب معانا، هو الكيتوجينيسيس والكيتولايزيس عند الكيتوزيس. يبقى الكيتوجينيسيس دي بتكون الفورميشن او التكوين الكيتون بودز، والكيتون بودز دي بتتكون من ثلاث حاجات. رقم واحد الاسيتو اسيتيك اسيد، رقم اتنين البيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد، رقم ثلاثة الاسيتون. قال لي السايت بتاع التكوين الكيتون بودز دي بتكون في الميتوكوندريا اوف ذا ليفر، تمام. بعد كده قال لي هي بتنتج عن طريق الاسيتايل كو اي. قال لي رقم ثلاثة ان هي اساسا بتستخدم في الاكسترا هيباتيك تيشو كبديل للطاقة. طب يبقى احنا عرفنا ان هي اساسا بتتكون فين؟ في الليفر، بس هي بيتم استخدامها بره الليفر. قال لي بعد كده ان سواء البرين بيستخدمها خلال الترفيجن. قال له النورمال المستوى بتاعها الطبيعي في البلازما بيكون 1 مللي جرام لكل او 1. طيب قال لك ان اثناء الاسترفيشن او ديربي استرفيشن بيحصل سينسيزس ليه فاتي اسيد كتير، فبيحصل هاي ريت اوف فاتي اسيد اوكسيديشن، تمام. والنتيجه لكده فبيحصل لارج اماونت اوف اسيتايل كو اي، بيكون عددها موجود بطريقه كتيره، تمام. بعد كده قال لك ان الكباسيتي او الاكسس كباسيتي اوف ذا تراي كربوكسيليك اسيد سايكل اند وان ذا ريزلت از سينسيزس اوف كيتون بودي، بيتم تصنيع الكيتون بودي. تالت حاجه قال لك ان الاوكسال اسيتيت از يوزد باي ليفر فور جلوكونيوجينيسيس بدل من انه بيستخدم في التراي كربوكسيليك اسيد سايكل، تمام. فقال لك ان ده بينتج عنه ان بيحصل كيتو جينيسيس. طب عايزين نعرف الكيتو جينيسيس دي بتحصل ازاي. قال لك ان اول حاجه ان هو بيتم عن طريق ان في اتنين اسيتايل كو اي بيتحدوا مع بعض عن طريق انزيم اسمه سايوليز، وبيتم خروج واحد كو اي اش كو انزيم اش، تمام. بعد كده بيتم تصنيع عندي اسيتو اسيتايل كو اي، تمام. الاسيتو اسيتايل كو اي ده بيحصل له عن طريق انزيم اتش ام جي كو اي سينسيز، تمام. وبيخرج مع بيدخل معايا اسيتايل كو اي بلس اتش 2 او، وبيديني على طول اتش ام جي كو اي. الاتش ام جي كو اي بيحصل له عن طريق انزيم اسمه اتش ام جي كو اي لايز، وبيخرج اسيتايل كو اي فبيديني اسيتو اسيتيت. الاسيتو اسيتيت ده بيديني حاجتين، اول حاجه عن طريق الاسيتو اسيتيت دي كربوكسيليز بيديني اسيتون، تاني حاجه بيديني عن طريق البيتا هيدروكسي بيوتريت ده هيدروجينيز بيديني بيتا هيدروكسي بيوتريت. قال لك برضو ان في عندنا important notes of ketogenesis. قال لك اول حاجه ان ال HMG الكو اي سينسيز هو ده بيكون الريت ليميتد انزيمز فور كيتوجينيسيس. قال لك تاني حاجه هو ده اساسا بيتكون من اتنين، بيكون ليه اتنين ايزوفورم، واحد بيكون موجود في السيتوبلازم والتاني موجود في الميتوكوندريا. فبيقول لك ايه ان هو الانزيم سيتوسوليك وميتوكوندريا. الميتوكوندريا ده بيحصل فيه طبعا الايه الكيتوجينيسيس. طب السيتوبلازم اللي موجود في السيتوبلازم، قال لك السيتوبلازم ده بيكون از اسوشيتد ويز كوليسترول باي سينسيزس، يعني اللي موجود في الميتوكوندريا ده ليه علاقه بايه؟ بالكيتوجينيسيس. طب اللي موجود في السيتوبلازم ده ليه علاقه بالكوليسترول بايو سينسيزس.
اول حاجه الكيتولايزس. الكيتولايزس دي بتكون عكس عمليه الكيتوجينسيس، بمعنى ان الكيتوجينسيس دي بتحتفظ او بتكون الكيتون بادز، انما الكيتولايزس دي بتعمل يوتيلايزيشن للكيتون بادز. تمام. فقال لك ان اول حاجه ان السايت بتاعتها في الميتوكوندريا اوف اكسترا هيباتيك تيشو. قال لك ليه؟ طيب قال لك عشان الليفر اساسا ما عندوش بعض الانزيمات المسؤوله عن عمليه ان التخلص من الكيتون بادز، زي اول واحد السايوفريز او رقم اثنين اللي معانا الاسيتو اسيتيك سايوكاينيز انزيمز. قال لك طب ليه؟ قال لك عشان هي بتفشل باستخدام الكيتون بادي كعنصر يديني استمد منه طاقه ميتابوليك فول. تمام. قال لك بعد كده عندي ان البيتا هيدروكسي بيوتيريك والاسيتو اسيتيت بيتحولوا لاسيتايل كو اي. تمام. قال لك ان الاسيتايل كو اي فاينالي بيحصل له اكسيديشن ان تراي كاربوكسيليك اسيتيك سايكل. تمام. وبيديني طاقه. تمام مفيش مشكله. قال لك وان الريت اللي بيحدد الريت بتاع الكيتوليسيس ده بيعتمد على وجود الاوكسالو اسيتيك اسيد، ده اهم حاجات. بعد كده قال لك ان عندك ان الكيتون بادي او البيتا هيدروكسي بيوتريت، تمام، بواسطه انزيم اسمه بيتا هيدروكسي بيوتريت دي هيدروجينيز بتحوله لاسيتو اسيتيت. تمام. والاسيتو اسيتيت بيخرج منه الساكسينايل كو، من بيخرج منه بيدخل معاه الساكسينايل كو اي بيخرج ساكسينيت. تمام. في وجود انزيمز السايوفريز. تمام. فبيديني الاسيتو اسيتايل كو اي. طب الاسيتو اسيتايل كو اي بندخل في وجود انزيمز السايوليز بندخل كو اش فيخرج لي الى 2 اسيتايل كو اي، وهي دي عمليه الكيتولايز. بعد كده قال لك ان اغلب التيشوز الموجوده في الجسم بتستطيع انها تتخلص من الكيتون بادي، قال لك وتستخدمه كطاقه ليها ان هي تصنع منه طاقه، قال لك ما عدا الليفر. قلنا الليفر ليه؟ طبعا قال لك ان الليفر في بعض الانزيمات اللي مش موجوده عنده اللي بتخليه ما بيعملش كده. تمام. قال لك بعد كده ايه تاني؟ قال لك ان الار بي سيز اساسا ما فيهاش ميتوكوندريا عشان تعمل كده. قال لك برده تاني حاجه بعد كده، قال لك ان البرين اغلب اللي بياخد منه طاقه هو الجلوكوز، العنصر الاساسي اللي بياخد منه البرين طاقه الجلوكوز. قال لك طب في حاله مثلا وجود ستارفيشن او الديكريز ان ستارفيشن اند الديابيتس، قال لك ان البرين بيكون مجبر ان هو بياخد الطاقه بتاعته من امينو اسيد او الكيتون بادز. تمام. قال لك انه في حاله ان الاسترفيشن دي بقت طويله او برولونجد استرفيشن، ف75% من الطاقه اللي بياخدها البرين بتكون من الكيتون بادز. ايه بقى الكيتوسيس؟ الكيتوسيس دي عباره عن حاله بتتميز انها بيحصل فيها تجمع او اكيوميليشن اوف كيتون بادز في البلاد بنقول عليها كيتونيميا، وفي اليورين بنقول عليها كيتونيوريا. تمام. ولها كذا سبب. اول سبب الانكنترول دايابيتس ميليتس، تاني سبب البرولونجد ستارفيشن، ثالث سبب الهيفي اكسرسايز، رابع سبب اللو كربوهيدرات والهاي فات دايت. وشكرا على استماعكم، واتمنى نكون قدمنا المحتوى بطريقة كويسة، والسلام عليكم.